عايز اروح برضو سريعا للنادي الاهلي. النادي الاهلي الفريق الاول بكره ان شاء الله عنده مباراه مهمه جدا امام وادي دجله في بطوله الدوري. عندنا 8 ماتشات، واحنا بكره عندنا وادي دجله. مش عايزين نتكلم عن اسوان اخر مباراه او المصري او اي مباراه تانية، لا، احنا كل تركيزنا كجمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا، كل الدعم وكل السند النهارده للعيبتنا، علشان بكره 8 ماتشات انا بعتبرهم ماتشات تقيله، مفيش ماتش سهل، كل المباريات صعبه. مباراه بكره دي مباراه مهمه جدا، اهميتها بكره ان شاء الله يا رب نفوز بكره على وادي دجله. شكل الجدول وترتيب الجدول، النادي الاهلي يبقى في الصداره بالمواجهات المباشره وفارق الاهداف. ده اول نقطه في مشوارنا ان شاء الله لبطوله الدوري. مباراه وادي دجله غدا بكره ان شاء الله مباراه مهمه جدا جدا، يعني لاقصى اهميه. مباراه وادي دجله الاهميه بتاعتها زي ما بقول لحضراتكم، مكسب النادي الاهلي بكره هيحطنا في الصداره. شكل الجدول من اول المسابقه النادي الاهلي ما كانش في الصداره، بكره ان شاء الله عندنا الفرصه حتى لو بفارق الاهداف، حتى لو بالمواجهات المباشره، شكل الجدول ده هيدي دعم كبير للنادي الاهلي. وزي ما احنا عارفين النادي الاهلي ما بيتصدر ما بيفرطش، دي المقوله دايما المعروفه عند جمهور الاهلي، ومن النادي الاهلي مطلوب المسانده خلال الفتره اللي جايه. اليومين اللي فاتوا بنشوف على السوشيال ميديا وفي البرامج الرياضيه كلام كتير، فلان هيحترف، فلان طالع اعاره، فلان عقده هيخلص، اشمعنى الكلام ده؟ لسه الموسم ما خلصش، اشمعنى الكلام ده مع لعيبه النادي الاهلي؟ علشان كده دايما جمهور النادي الاهلي لا يلتفت للكلام ده، دايما دعمنا ومساندتنا كلها للاعبتنا خلال الفتره القادمه.